أتمنى أن يعني تبقى بداية موفقة للمهرجان، وأتمنى يبقى أحد المهرجانات اللي بتظهر الثقافة السينمائية العربية بشكل جيد، وبتدينا فرصة أن احنا كمان نطلع على ثقافات سينمائية مختلفة. وبشكر المهرجان أنه هو كرمني في أول دورة، وأتمنى مزيد من التواصل ما بيننا وما بين المهرجان العربي. مجرد أن المهرجان في المغرب ده، فده أكيد بيبقى له وضع خاص جدا عند أي نجم أو فنان مصري، هو عندنا بالذات يعني على وجه الخصوص. نتمنى أن كازابلانكا تقدم مهرجان كبير يليق بها. كازابلانكا أعتقد من المدن العربية الكبيرة المهمة، أعتقد تستحق أن يكون لها مهرجان سينمائي خاص ومختلف. سعيد جدا بوجودي هنا وبمشاركتي بفيلم تراب الماس. الحمد لله ليا افلام كتير دخلت مهرجانات، بس ده اول مره يشارك السنه دي مهرجان. لغايه دلوقتي انا لسه في الافتتاح، بس سعيد جدا بالروح الناس وبروح الناس اللي جايه مستنيه ان تشوفنا او تستنانا او تستضيفنا. متحمس جدا للفيلم افتتاح، متحمس جدا للبدايه مشرقه ان شاء الله. أنا كنت موجود في مهرجان مراكش وعرضنا فيلم الماء والخضرة والراجل حسن، وعرضناه في ساحة الفناء. كان فيه جمهور كبير، كنت مبسوط قوي لأن الجمهور كان كبير جدا. يعني طبعا لازم نحضر عشان ندعم المهرجان، وبتمنى له مزيد من التوفيق والنجاح. كتمت لي شيء الكثير هالدورة، لأنه الدورة الأولى من المهرجان كأنه زيادة ديال أن بيتي بيبي. كنتمنى له كل التوفيق صراحة. مهرجان عربي ماشي سهل يتنظم، أنا فخورة به كمغربية وكفنانة. غادي يزيد إشعاع الفن المغربي ويخلي الفنان عنده ثقة أكثر، وهذا اعتراف يعني مهرجان زايد، يعني مهرجان بالإضافة للمهرجانات الأخرى اللي ديجا كاينة في المغرب، هذا كيزيد قيمة للفنان المغربي وكيعطي قيمة للفن. وإن شاء الله نكونوا في المستوى كمغاربة مشاركين بالأعمال ديالنا. أنا دائما كل فعل ثقافي فني سينمائي كنكون فرحانة أنه يكون حدث ويكون فيه حضور ديال الفنانين سواء كانوا عالميين أو عرب أو مغاربة، لأن الفنون كتمحي الحدود وكتخلق أيضا واحد الجمالية إنسانية رائعة جدا. ما قلت المهرجان العربي، فسعيدة أني أكون موجودة بالمغرب تحديدا. في عندي نوستالجيا أصلا مع المغرب، أني صورت بالمغرب 2006 وبكازابلانكا، فسعيدة أني عم شارك بالدورة الأولى للسينما العربية.